قد نقل الأعضاء من المجموعات إلى القنوات وبالعكس من القنوات إلى المجموعات في التليجرام. تابع وياي الشرح البسيط للنهاية حتى تستفاد. أول شيء تنزل تطبيق التليجراف، هذا التطبيق تلقونه على سوق بلاي، وكذلك راح أخلي لكم الرابط بالوصف. ندخل إلى تطبيق التليجراف، نقوم بالتسجيل الدخول عن طريق الحساب مالتنا اللي هو حساب التليجرام. راح تظهر لنا مجموعات وقنوات. على سبيل المثال هذه هي القناة الخاصة بي حاليا، 123 مشترك. شلون راح انقللها اعضاء، او راح انقللها اعضاء من جروبات او مجموعات اخرى؟ على سبيل المثال عندنا هذه المجموعة، نضغط هنا في الأعلى وراها نضغط فلترة الأعضاء، مثل ما جاي تشوفون فلترة الأعضاء، نختار الكل وراها نضغط على ثلاث نقاط الموجودات بالأعلى وراها البحث عن الأعضاء، نقوم بتحديد الأعضاء ضغطة مطولة ونضغط هنا على هذه الأسهم حتى يتم تحديد جميع الأعضاء. تم تحديد 58 عضو. نضغط هنا مثل ما جاي تشوفون. هسا أنا وين أريد أنقلهم؟ على سبيل المثال أريد أنقلهم إلى منوعات أو القناة الخاصة بي. نضغط هنا. هل تريد بالتأكيد إضافة 58 مستخدم إلى القناة؟ نضغط إضافة. أكو بعض المستخدمين عندهم خصوصية ما يمكن إضافتهم، لكن خلنا نشوف إيش قد حاليا تمت إضافته إلى القناة. ندخل إلى القناة، من يقص صعد 172 مشترك، تمت إضافة مجموعة من الأعضاء إلى القناة. أتمنى تستفادون من هذا الفيديو، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة اليوتيوب. مع تحياتي للجميع.